أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، وتطرق خلاله الجانبان إلى العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وأعربا في هذا الصدد عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها، مؤكدين بأن ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما. كما تناول الاتصال الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين، معربين عن تفهمهما لتلك الإجراءات وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار فيروس كورونا ويضمن السلام للشعبين الشقيقين.